لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْضُ بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الامين ورضي الله تعالى عن التابعين ومن تبعهم باحسان. حلقه اليوم هي الحلقه الثالثه في موضوع الزكاه. اصناف الزكاه اصناف الناس تجاه الزكاه. قليل من الناس جدا هم الذين يخرجون زكاه اموالهم. ولذلك تنظر الأسئلة التي تحوم حول الزكاة وربما قد لا ترد استفسارات بالمرة في موضوع الزكاة الناس يسألون في كل شيء وتجدهم يصرفون اهتماماتهم في ما لا يعنيهم فيقعون في المحظور ويحرجون أنفسهم ومن يسألونهم ويصدق عليهم قول ربنا الكريم لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وهؤلاء الذين يتعمدون في الخوض فيما لا طائل تحته يظلون ويتيهون ويأكلون أموال غيرهم باطلا وسحتا اذ يظنون انهم يعرفون كل شيء فلا يسالون في امور دينهم خاصه ما يتعلق بالزكاه التي هي حق الله وحق عيال الله فالفقراء يغيظهم هذا ويشكون الى الله سوء احوالهم يشكون المسغبه والامراض والبطاله والاميه والجهل وغيرها من المشاكل التي تعالج بأموال الزكاة. فالذين يعرفون حكمة الزكاة وأنها الركن الذي لا ت... لا يتم الإسلام إلا به، هؤلاء كلما حل شهر محرم يسألون ويبحثون ويهمهم أمر الزكاة. فهنيئا لهم لأن معرفة الأحكام الشرعية وتحقيق النية مقدمان على الممارسه التعبديه والتعامليه ان من هؤلاء من تجده يخرج الزكاه قبل اوانها وهو مسلك صحيح عندما تدعو الحاجه الى ذلك فهناك حالات لا تنتظر كاجراء عمليه جراحيه ودعم الدراسه ومشكل الاسكان والبطاله والكوارث الطبيعيه والزواج وغيرها فهذا الوباء الخبيث كوفيد 19 الذي يتفشى وينتشر يحتاج إلى مقاومة ويحتاج إلى لقاح وإلى علاج إنها جائحة تأخذ الناس على حين غره لا تنتظر فالزكاة يجب أن تكون حاضرة الآن في خدمة الأمة للتصدي لمثل, لمثل هذه الآفات الطارئة هذه حالات تحتاج الى حل آن حل مستعجل فيعالجها يعالجها هؤلاء بأموال الزكاة ولو قبل الأوان فليس كل الناس يزكون في شهر محرم بل هذا عرف جميل دأب عليه أهل المغرب قديما ولا يزال يتحينون فرصة هذا الشهر ليجتمعوا على أمر الزكاة كما يجتمعون على الصلاه والصوم والحج فيكون للزكاه دورها الحضاري وتحقق وظيفتها ان يجتمع الناس على قول واحد وفعل واحد في زمن واحد له دلالته وله مظهره وقوته فتعطى هذه الاموال فيما يحقق طفره للمجتمع الذي هو في حاجه الى مشاريع ومؤسسات اجتماعيه وعلميه وثقافيه ومهنيه وتشغيليه للنهوض بشبابه وابنائه وعزابه وعازباته وهذا الصنف من اهل الايمان ومن اهل الفضل يفهمون جيدا دور الزكاه فدورها هو الحفظ على لحمه المجتمع بحمايته اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وهذا هو الذي يسمى الامن بمفهومه, بمفهومه الواسع وقايه المجتمع من الافات من الاميه من الجهل من البطاله من الهجره من الفساد من العنوسه فالانفاق من اجل التعلم والدراسه والتشغيل والاسكان والزواج والتمريض والتطبيب اهم واولى من بعثره اموال الزكاه وتوزيعها دون طائل هؤلاء الذين يفكرون هذا التفكير يحملون هم اصلاح شؤون الامه بالزكاه تراهم تفيض اعينهم من الدمع مما عرفوا من خلل فيبسطون ايديهم ويسارعون الى الخيرات لا ينتظرون محرما ولا رمضان ولا شوال لان منادي الانفاق يستعجل ويعنيهم بالدرجه الاولى والرسول صلى الله عليه وسلم ينوه بهذا الصنف من الناس عندما يقول احب الناس الى الله انفعهم واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا ومثل هؤلاء ويلحق بهذا الصنف المتطوعون بالزكاه احتسابا لثوابها وهي رغم عدم وجوبها عليهم لانهم لا يملكون النصاب او لكون تجارتهم ضعيفه لا تدر ارباحا يوجب الزكاة أو لكون مالهم قد أقرضوه فلم يستردوه بعد ومع ذلك فهم يؤدون الزكاة الزكاة ليست واجبة عليهم رغم ذلك يؤدونها إنهم مأجورون إنهم مشكورون ويصدق عليهم قول الله الكريم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم فالمسلم والمسلمة يتقي الله في زكاته وليعلم أنه مؤتمن عليها لا يتحلل من عبئها إلا بأن تصل إلى أهلها فليبادر بالأداء وليشكر وليشكر الله تعالى أن جعله يدا عليا نعم هذا يشكر الله تعالى انه جعله يدا عليا تعطي ولم يجعله يدا سفلى تطلب فندعو الله تعالى ان يبارك فيما اعطانا وفيما رزقنا ويقينا يقينا شح انفسنا والى الحلقه الرابعه ان شاء الله من هذه الحلقات